بتكبيرة الإحرام. هذه التكبيرة اسمها إيش؟ تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بها. لو أن شخصا ما تعجل يريد أن يركع مع الإمام فكبر للركوع ولم يكبر كبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، صلاته باطلة. المفروض يكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الانتقال. لو كبر فقط الإحرام وانتقل صحت صلاته، لكن الأكمل تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع انتقال إلى الركوع. أما تكبيرة الإحرام وحدها تجزئ، أما فقط يكتفي بتكبيرة الانتقال ولم يكبر تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. طيب هذه وهذه كلها الله أكبر، لكن إيش النية؟ هل نواها تكبيرة إحرام ولا تكبيرة ماذا؟ انتقال. إذا قصد تكبيرة الإحرام تنعقد الصلاة بتكبيرة الإحرام.